الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب كراهه تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وهنا قال كراهة تمني الموت، والصواب عدم جوازه، وليس فقط الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل دليل على أنها للكراهة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، واستثنى النووي رحمه الله قال: ولا بأس به، أي تمني الموت لخوف الفتنة في الدين. فإذا وقعت الفتن وخشي الإنسان على نفسه من أن يفتتن في دينه، فلا بأس أن يدعو على نفسه بأن الله يقبضه حماية لدينه وليس لدنياه. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز الإنسان يتمنى الموت إذا نزلت عليه المصائب التي يخشى منها الضرر في الدين؟ فمن العلماء من أجازها، وهو الصواب، وعليه عمل كثير من السلف من الصحابة والتابعين والعلماء المهديين، سنذكر طرفا من ذلك. ومن العلماء من منع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عمّم، فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به. وهذا عام يشمل الدين والدنيا، ولكل دليله، وسنذكرها باختصار، وقد مرت علينا المسألة في دروس سابقة. فأما من أجازها فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الحديث يدل على جواز تمني الموت. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول: يا ليتني مكانه. وجاء في رواية: ليس به من يعني من أمر الدين إلا البلاء. فقالوا يعني يفهم من هذا الحديث أنه لو كان التمني من أجل الدين فإنه ليس بمذموم، والدلالة واضحة في مفهوم هذا الحديث. وأيضا في الحديث الذي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: ومن أراد وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويعضد ذلك فهم السلف، ومنهم عمر رضي الله عنه، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عندما كبرت سنه وكثرت رعيته دعا الله عز وجل فقال: يا الله، أو فيما معناه: إني قد كبرت سني وكثرت رعيتي فاقبضني إليك، فما هي إلا مدة يسيرة حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا جاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث، الذي كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، نزلت به من الفتن والمصائب ما الله به عليم. وهذا ابتلاء المؤمنين، يبتلون لترتفع لهم الدرجات وتحط عنهم الخطيئات. فمن آخر ما نزل به أنه طرد من بخارى بلده عندما طلب منه أمير هذه المنطقة بأن يخصص له درسا يأتي إليه البخاري في مكانه، فرفض الإمام البخاري، قال: العلم يؤتى إليه، إذا أراد العلم يأتي إلى العلم وإن كان أميرا. فرفض البخاري أن يذهب إليه ويخصص له درسا في مكانه، وهذا كله من أجل احترام العلم. فالعلماء رحمهم الله كالإمام البخاري لا يفعلون هذا تكبرا لأنفسهم، وإنما من أجل صيانة العلم واحترام العلم، وأن العلم يؤتى إليه.
فغضب هذا الأمير وطرد الإمام البخاري من البلد. وهو في الطريق رحمه الله تعالى دعا الله عز وجل فقال: إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت، قال: إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت، فاقبضني إليك، فما هي إلا أيام. إلا استجاب الله، إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء الإمام البخاري رحمه الله فقبضه إليه رحمه الله تعالى، جزاه عن الإسلام خير الجزاء، وبقي ذكره رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، ولا زلنا نتذكره ونترحم عليه. وهذا الفهم الذي فهمه البخاري رحمه الله بأن دعا الله عز وجل أن يقبضه إليه إنما هو خوف الفتنة في الدين، لأنه ما أوذي رحمه الله تعالى إلا من أجل دينه، فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه فقبضه الله إليه. وأيضا جاء عن غيره من الأئمة والعلماء مثل ما جاء عنه أنهم عندما كثرت الفتن دعوا الله سبحانه وتعالى أن يقبضهم خوفا على دينه. والقول الثاني في المسألة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن عثيمين، أنه لا يدعى وإن كانت تفتنه في الدين، ولكن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وعلى كل حال، الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت بسبب الضر الذي ينزل به إلا إذا كان هذا في الدين، فإنه كما مر علينا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، وعن الصحابة وعن العلماء رحمهم الله تعالى، من أجل أن يقبض على الإسلام وعلى السنة، لأن الموت أهون من أن يبقى الإنسان على هذه الدنيا ثم يفتن. أعز ما يملك المرء دينه، وأعز ما يملك المرء عقيدته، فإذا ذهبت العقيدة ذهب الدين، ولم تفد الحياة شيئا. وهنا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذه الحديث واضحة الدلالة بأنه لا يجوز للمرء أن يدعو على نفسه بالموت بسبب الضر الذي ينزل به، ولكن إن كان لا بد فاعلا فليقل كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن المسلم لا يعلم ما هي الخيرة له، هل الخيرة في أن يبقى أو الخيرة في أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا، فيوكل المرء الأمر إلى عالمه والخبير به سبحانه وتعالى، فلعل بقاءه حتى في زمن الفتن يكون خيرا للإسلام والمسلمين، بأن يصد الشر عنهم، وأن يرد على أهل الباطل، وأن يكشف الشبهات. فالإنسان لا يعلم ما هي الخيرة، فيدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات بسبب المرض الذي نزل به رضي الله عنه، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وهذا الحديث الذي جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه نزل به ضر، وهذا الضر قد تبين أنه مرض وليس أمراً في دينه، لأنه قد اكتوى منه 7 كيات. فذكر رحمه الله تعالى ورضي عنه إن أصحابنا، يعني من الصحابة رضي الله عنه، الذين سلفوا مضوا من هذه الدنيا ولم تنقصهم الدنيا، لأنهم كانوا مقبلين على الآخرة. قال وإن أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، أي أن الدنيا انفتحت عليهم. وهذا يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بغيره ممن جاء بعده، فكيف بحالنا نحن اليوم. قال ولولا أن النبي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لملله من هذه الحياة الدنيا وللضر الذي أصابه، ولكنه سلم للمقدور وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فلم يدعو على نفسه بالموت. قال ثم أتيناهم مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أي أن الإنسان إذا أنفق النفقة أجر عليها إلا ما يجعله في البناء. وهذا الأثر عن خباب بن الأرت محمول عند أهل العلم على ما بني لغير حاجة، فما بني لغير حاجة كالتوسع في الدور فإنه لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر عليه الإنسان، وإنما يؤجر على قدر حاجته. وذلك لأن الناس غالباً إنما تبني أكثر من الكفاية مرات ومرات. الكفاية هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه التي عاش فيها حتى توفاه الله، وما زاد عليها فهو توسع، ولذلك لا يؤجر عليها. فإذا الذي يؤجر عليه الإنسان ما فعله لحاجته أو ما زاد عن الحاجة التي له لغيره، بأن يفعل ذلك للأضياف أو يفعل ذلك للفقراء والمساكين ونحو هذه الحاجات، فإنه يؤجر بما ترتب على البني لا على البني نفسه في أصله. فهذا الأثر عن خباب الأرت قيل هو من قوله، وقيل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذا له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. نختم هذا الباب يعني ما جاء عن مريم عليها الصلاة والسلام أنها تمنت الموت، فهل يستدل بفعل مريم على جواز التمني عندما قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فيقال لا يجوز لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ونهي النبي مقدم، ومريم في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، فإذا خالفنا فإننا نقدم شرعنا، لأن الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله من الأحكام، فالقرآن مهيمن على كل الكتب، ومحمد أيضا مهيمن على جميع الرسل، فلو بعث رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الأول، أن شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، فإذا خالفنا أخذنا بشرعنا. والوجه الثاني أن مريم لم تدعو بالموت في المستقبل، وإنما دعت بالموت في الماضي، والمنهي عنه في شرعنا تمني الموت في المستقبل بعد الضر الذي نزل. فبهذين الأمرين يرد على الاستدلال بهذه الآية في جواز تمني الموت، أولاً لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفنا، وقد خالفنا فنأخذ بشرعنا، أنه تمني للماضي وليس تمني للمستقبل، والمنهي عنه والتمني للمستقبل.
فهذا خلاصة الكلام على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.